السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خلونا نشوف الايونيك مع الويندوز. طبعا احنا نعرف انه اول شيء لازم نحمل عندنا النود جي اس، فمجرد تكتب في جوجل نود جي اس وتضغط على اللينك راح ياخذك للنود جي اس. تلاحظ هنا ياخذك للنود جي اس، مجرد تضغط على مثل ما قلنا LTS 12.8 18.3. طبعا اذا كان اعلى يعني 12.19 او 12.20 او كان 13 عادي، المهم ليكون اقل من هذا. نضغط عليها ومجرد تقول له سيف، فبالتالي راح يحفظ لك اياها. لاحظ هنا يحفظ لي اياها، فالنود جي اس اعمل عليه كليك راح يطلب من عندي اوكي انطيله وراح يبدأ بعملية التنصيب. طيب نضغط على next و accept next 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 next. خلينا نشوف هنا back شنو كان يقول لنا. next automatically install necessary tools when pop up and complete okay أو لا ما نحتاجه شيله. next and install. طيب راح نضغط على yes وننتظر لحد ما يكمل. هذا النود جي اس خلصنا من عنده. بعد ذلك نكتب مجرد ايونيك بهذا الشكل IONIC، هذا ايونيك. مجرد تضغط على اللينك المفروض انه ياخذك لموقع ايونيك، تمام كلوز. فقبل ان نجي ننصب الايونيك نجي على شيء اسمه جيت GIT، تضغط عليها راح ياخذك على موقع جيت، وبعد ذلك تضغط على الانستول. هنا تقول له داونلود لاحظ 2.28 فور ويندوز. طبعا النسخه اذا كانت اعلى عادي جدا، فتضغط على داونلود ويبدا بعمليه الداونلود. طبعا هو راح يشوف شو المناسب لك 32 لو 64 بت. حاسبتي 64 ف 64 بت. اقول له سيف فايل. بعد ما اقول له سيف فايل الاحظ انه الجيت ايضا تم تنصيبه. حلو، خلينا نشوف النود وين وصل. تقريبا دا يعمل كوبينج فايل. طيب هذا بالنسبة للجيت. ايضا انا قلت لكم راح استخدم في الدورة فيجوال ستوديو كود. اذا انت كنت تستخدم IDE اخر عادي جدا بحريتك، اتوم او اي شيء اخر ما عندي مشكلة، بس انا بهذه الدورة راح استخدم فيجوال ستوديو كود. مجرد اضغط على فيجوال ستوديو كود فراح ياخذني لموقع فيجوال ستوديو كود. بعد ذلك اضغط النسخة اللي انا اريدها اللي هو ويندوز، وهو من تلقاء نفس المتصفح ذكي ممكن انه يعرف النسخة مالتك. لاحظ هنا داونلود فور ويندوز، فاضغط على داونلود ستيبل هاي فور ويندوز راح يبدي بعملية التنصيب. طبعا تنتظر شوي، اذا ما حمل لاحظ ظهر لي سيف از احفظه، فراح يبدي بالداونلود. اذا ما حمل فهنا دا ينطيك لينك يقول لك هذا دايركت لينك، اي في حالة اذا ما حمل. زين هنا عندنا النود نضغط على فينيش كل شيء تمام. نجي نضغط على الجيت دبل كليك وايضا نقوم بتحميل الجيت. ننتظر شوي، طبعا ممكن راسا يظهر او ممكن ياخذ شوي وقت. زين نضغط على نيكست نيكست وهنا اضيفه للديسكتوب. اوكي يوز ترو فونت ما يحتاج هذه الشغلات. نيكست اند نيكست يوز في ام اديتور ما راح اغيره نفسه. نيكست and get from recommended okay the command also third party software okay أبقي مثل ما هو. next 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 تمام. هذا الجيت شنو هو؟ بدل ما تجي تستخدم السي ام دي واللي انت ايضا حر في استخدامه، لاحظ ظهر عندك، ممكن تضغط عليه تقول له open ومجرد كليك عليه راح يفتح لك السي ام دي. خلينا نكتب هنا node-v enter. لاحظ ظهر لي نسخة النود. إذا كتبنا هنا npm-v مفروض أنه يظهر لي نسخة الـ npm. لاحظ 6.14.6 تمام. طبعا اذا اردت تغير الفونت منها تقدر تغيرها، تقول له edit properties عفوا، وتقدر هنا تجي للفونت وبالفونت ممكن تختار 24 وتقول له اوكي. لاحظ كبر لك الفونت مالت السي ام دي. ممكن تستخدم سي ام دي وممكن تستخدم جيت، هاي ابسط من عنده معكم.
ماكو بالعراق يعني غير موجود. فهنا تنتظر هذا الجيت لحد ما يكمل التنصيب مالته. الجيت راح ينطيك نفس خواص التيرمينال اللي موجود بالماك، يعني انا من استخدمه بالماك تيرمينال او باللينكس، فممكن تستخدم الجيت. اوكي الجيت باش طبعا هو حلو، نقدر نقول اللانش جيت باش او ما نعمل اللانش، هذا الصح نشيله ايضا، بعدين نضغط على نيكست، خلاص كل شيء تمام. يبقى علينا اخر شيء انه احنا نحمل الفيجوال ستوديو كود. كود زين، هذا نزلت للاسفل. اها عندنا هنا اكسبت ونكست اند كرييت ديسكتوب ايكون اند اي كيفك، تقدر تضيفهم او ما تضيفهم براحتك انت، تقول نكست اند انستول. راح يبدي بتحميلها. لاحظ هنا بالديسكتوب عندك الجيت باش جي اي تي بي اي اس اتش. اذا ما ظهر لك هنا الايكون لسبب معين انه انت ما اختارت هاي الخاصيه، فممكن تبحث هنا بالسيرش، يعني بالسيرش اكتب جي اي تي جيت راح يظهر لك الجيت باش. اوكي هنا اذا في حد ضاع الديسكتوب ايكون لسبب معين، مجرد بس اكتب جيت جي اي تي. لاحظ هنا ظهر لك جيت سي ام دي، لكن احنا نريد شنو؟ جيت باش. اوكي اضغط عليها اللي هو نفس هذا، يعني اذا الايكون ضاعت او انت تقدر اصلا منها تظهرها. تمام لاحظ ظهر لك بهذا الشكل بهذه الصوره. نجي نعمل رايت كليك اوكي على الايكون نفسه. هنا عندك شيء اسمه اوبشنز، وتقدر هنا تغير بعض الخواص فوريان باك جراوند. عندك هنا مثلا التكست، لاحظ اختار لك 9، ممكن تختاره مثلا 18، ابلاي، لاحظ سيف، وظهر عندك الجيت بشكل كامل. فممكن تستخدم الجيت، ممكن تستخدم سي ام دي، سي ام دي انت حر. فاذا كتبت هنا نود ماينس في، لاحظ ظهر لي. اذا كتبت ام بي ام ماينس في ايضا راح يظهر لي الام بي ام. فانت حر جيت او سي ام دي، الطريقتين اني عملتها لك. هذا ديس اللانش، ما راح اعمل اللانش من هنا، اقول فينيش. فاذا جيت على الفيجوال ستوديو كود والاحظ هنا راح يظهر لي الفيجوال ستوديو كود، واقدر انزل كل الاشياء اللي الضروريه للعمل. يعني مثلا ممكن اضغط على هذا وابحث عن اكستنشن معين، انجولار اي اس اس، هسه راح يطلع لي انجولار اسينشال. هاي يظهر لك ويلكم، هاي ما نحتاج هنا انجولار اي اس اس اللي هي هذا انجولار اسينشال فيرجن 9. تمام ممكن يكون فيرجن 10 اذا ما لقيت ال 9 10 عادي ايضا ما في مشكله. اضافه الى ذلك ممكن انه انا اكتب هنا ايونيك وهو يبدي يبحث عن الايونيك. لاحظ هنا عندك هذا سنيبتس، فمن اجي عليها بس اتاكد انه هو يدعم النسخه الرابعه والخامسه او الرابعه فما فوق على سبيل المثال. هذول اغلقهم ما احتاجهم اني، كل ما يظهرون اغلقهم ما عندك مشكله. فهنا عندي لاحظ انستل، لاحظ ظهر لي هذا الاوفر فيو. لاحظ هذا هنا يقول لك انه ممكن تستخدم هذه للايونيك 4 وايونيك 5، فا اوكي هو، فاجي اعمله انستل. اضافه الى ذلك اقدر اكتب هنا ايكون ماتيريال او ماتيريال ايكون، هذا ماتيريال ايكونز. تمام فلاحظ هو منصب اصلا، شلون عرفت منصب؟ لان ما ظهر لي كلمه انستل. اوكي ظهر لي كلمه ان انستل، فكل شيء تمام لهنا. انت عندك كل شيء تمام وعال العال. يبقى علينا شنو؟ يبقى علينا الايونيك. الايونيك نجي هنا على الديفلوبر، ومن الديفلوبر نجي على الانستاليشن او انستاليشنز انستاليشن، ننزل للاسفل. اذا مثل ما قلنا اذا كان عندك ايونيك مسبقا تستخدم npm an install minus g ionic، اذا ما كان عندك ايونيك مسبقا خلاص راسا npm install minus g at ionic slash cli. اعمل كوبي لهذا،
بعدين اجي على السي ام دي مثلا او على الباش، انت حر. ان انا خلني اجي نعمل له رايت هاند، مفروض هنا من اجي رايت كليك اعمل اوكي تمام. لاحظ npm install minus g at ionic slash cli، اعمل له انتر وانتظره لحد ما يكمل. لاحظ طبعا هاي طريقة npm install minus g at ionic slash cli، ممكن نفسها تجي تتبعها المن بال git bash. فانت حر، ممكن تمشيها على git bash، ممكن تمشيها على cmd، انت بكيفك. طبعا انا دائما لما اشرح اشرح على ويندوز نظيف، يعني لاول مره انصبه وما فيها اي تطبيقات. ليش؟ حتى اشوف اذا في اخطاء ظهرت نعالجها مع بعض. تمام، لاحظ مرات اذا وقف البروجريس بار مثل هذا الشيء فاضغط على انتر، اوكي، يعني مرات يجمد السي ام دي فيحتاج تضغط على انتر وتنتظره. اوكي، ارجع اقول اذا ظهر عندك اخطاء عيد التنصيب من جديد. ليش؟ لانه الانترنت، يعني دائما المشكله يكون الانترنت، عندك مشكله بالانترنت. اتاكد من الخطوات خطوه خطوه، نصب الاشياء اللي تحتاجها، بعدين تعال نزل الايونيك. هنا نلاحظ انه الايونيك كله تم تحميله، ما عندك اي مشاكل. فاذا تنزل الاسفل راح يقول لك اذا تريد تبني تطبيق، لاحظ هنا هو يقول لك دوكيومنتيشن جدا واضح، ستارت ان اب، يقول لك ايونيك ستارت، اسم التطبيق ونوع القالب. في عندك قالب بلانك الفارغ، في عندك قالب يحتوي على التابس شايفينه في تطبيقات، وفي عندك اللي يحتوي على السايد مينيو. احنا راح ناخذ البلانك حتى نتعرف على الاجزاء مالته وبعدين نبدأ نشرح الباقي. فش راح احتاج؟ احتاج ايونيك ستارت ماي اب اللي هو اسم التطبيق. فاقدر هنا على سبيل المثال اكتب cls تمام، و cd desktop، او اذا قلنا cd فقط cd dot dot. اوكي احنا في الويندوز and dir هو 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 cd users اوبس cd users can't find اوكي cd dot dot. حلو، هنا لاحظ هذا ليش رجعت هنا أنا cd dot dot، لان اني اريد اجي للديسكتوب. فالديسكتوب وين صاير؟ صارت دورة cmd. الديسكتوب وين صاير؟ لو اجي هنا أنا this pc and افتح cmd and الاحظ هسا اني حاليا موجود في السي. تمام، هلا اريد انه اروح لليوزر. ليش؟ اليوزرز اوكي، حتى اجي هنا اختار اليوزر. لاحظ هنا في عندك ديسكتوب وهذا بيها الملفات مالته. تمام، فاذا هذا المسار انا لازم اروح له. فاذا اجي هنا على سبيل المثال اجي اختار فور اكزامبل، خلينا نجرب هذه الطريقه، نعمل كوبي عاد نجي هنا نقول السي دي اند اذهب هنا. لاحظ صرنا في الديسكتوب سي ال اس، الان احنا موجودين في الديسكتوب. اقدر اقدر اقول هنا مثلا ايونيك ستارت وانطي اسم التطبيق. طبعا اسم التطبيق انت مخير، اختار اي اسم انت ترغبه، اي اسم. انا راح اختار ماي اب واضغط انتر. هذا المفروض انه يخلق، لاحظ يسالني انجولار لو رياكت، اكيد انجولار. كيف عرفت؟ لانه السهم هنا موجود على الانجولار، فاضغط انتر. اوكي طبعا حرك السهم مرات اذا ما اشتغل الانتر، واضغط انتر. بعدين شي يسالك يقول لك انه انت تريد التابس ولا في عندك السايد بار؟ لا، في عندي البلانك، هذا اريداني. تمام، حرك السهم، انزل للاسفل، اضغط انتر. اوكي، يعني في اوقات لما الانتر ما يستجيب اعمل هذه الحركه، صعد السهم ونزله مره ثانيه، راح يبدي بعمليه الداونلود. خلينا نجي للديسكتوب. لاحظ في عندك فولدر تم انشاء اسمه ماي اب، لا تفتحه لان لحد الان ما مكمل بقيه العمليه. نا يقول لك انه تطبيقك كاباسيتور، اذا تريد تشغل على الاندرويد والاي او اس حاليا ما نحتاجه، احنا بدنا نشتغل في المشروع، بعدين اعلمكم كيف تنصبه. نو فتختار ان، هو يقول له نو. فهنا يبدي npm.cmdi حتى ينزل كل المكاتب الضروريه. لهذا احنا محتاجين للنود، والا النود ما له شغل. اوكي،
احنا محتاجين الـ NPM. ليش؟ لان في مكاتب موجوده على الـ NPM تابعه للـ Ionic، فلذلك احنا ننزل النود، نحمله من الانترنت وننصبه وخلاص، هذا شغله. يعني انت من تنزل من الانترنت خلاص، بعد ما نشوف النود، بعد احنا نستخدم الـ NPM اللي هو يجي مع النود حتى ننزل المكاتب وخلافه من اشياء اخرى في المشروع. نضغط انتر. لاحظ مرات يجمد السي ام دي، يعني اذا ما جمد عندك اتس اوكي، بس اذا جمد اضغط انتر. طبعا هذا كيف تعرف انه جمد؟ مثلا تحس انه بعد بهذا اللاين، يعني مثلا الان هو دي كل فيتشنج ميتا داتا وهاي، يعني تشوف انه هذا جمد ثبت بعد ما دا يتحرك. ممكن اضغط على انتر، لاحظ حركه من جديد، بس مرات هو يتوقف. اوكي يعتمد على سرعة الانترنت. ارجع اقول هذه الاشياء تعتمد على سرعة الانترنت، فاذا ظهر لك اي خطأ معناته تتأكد من الانترنت مالتك، واذا كان الانترنت تمام معناته الايونيك ما يحبك خلاص. فهنا لاحظ هنا ماي اب موجود، اند ايفن اذا نزلنا هذا لاحظ صار عندي فولدر هنا اسمه ماي اب. هذا الفولدر تقدر تفتحه عن طريق ال Visual Studio Code، بس لكن لازم يكمل. ده نلاحظ انه كمل التحميل تقريبا الان. اوكي دي يسألني هنا، يقول لي تريد تعمل فري اكونت، حساب مجاني على ايونيك؟ ما محتاج، انا اقدر ابرمج تطبيقات ايونيك بدون حاجه الى عمل حساب في موقعهم. طيب كمل. هنا يقول لي سي دي، هذا بس مجرد انه انت تعمل له، تكتب هنا لاحظ cd.slash/myapp نفس الطريقه اللي هو كاتبها. زين هذا اذا تريد تروح للمشروع، نعمل انتر. انتر لاحظ الان احنا في داخل المشروع. اذا كتبنا هنا ls راح سوري داير ذاك باللينكس والباك. اوكي فهنا راح يظهر لي المشروع كله. لاحظ ايضا هو ينطيك مجموعه نصائح، اضافه الى ذلك يقول لك اذا انت تريد تشغل تطبيق فمجرد انه اضغط على او اكتب ايونيك سيرف. فخلي نجي هنا نكتب ايونيك سيرف ونضغط انتر. طبعا هذا راح يبدي يشغل التطبيق على اللوكال هوست، يعني على حاسبتك. لاحظ هنا دي يطلب يشغل النود، نوافق عليه، قل له allow access. هاي مرة واحدة راح يسألك، نوافق عليه. وهنا نلاحظ انه راح يستخدم البورت اللي هو 8100، ونفس الشيء بالنسبة للباش على فكرة. يعني اذا تريد تشغله من الباش ايضا نفس الشيء. يعني هنا تقدر تكتب لاحظ PWD اللي كنت اني اكتبه بالماك. ليش اقول لك الباش؟ نفس طريقة الماك، تمام؟ ف تقدر هنا تقول له ls، لاحظ ال ls شغال بالنسبه للباش، ما عندك اي مشكله. لاحظ يطلع لك كل الشغلات اللي موجوده، من ضمنها مثلا ديسكتوب، ف من ضمنها الديسكتوب. فاقدر اكتب هنا مثلا cd desktop. لاحظ الان اني موجود في الديسكتوب، تمام؟ فاذا اكتب ls لاحظ نفس الكوماندات اللي يعني استخدمها في الماك واللينكس نفسها تقدر تستخدمها في داخل بيئة الويندوز بمساعدة الباش شيل. فبكيفك، تريد تستخدم CMD او تريد تستخدم باش، انت حر. زين فهنا اذا كتبنا ls مفروض يطلع لي my app and لاحظ ظهر لي my app، فاقدر اقول له cd my app انتر. المفروض هذا يتغير من ديسكتوب الى ماي اب. الان لو اكتب هنا ls، لاحظ هناك من كتبت بالسي ام دي ls انطاني خطا، لكن هنا ينطيني عادي، طلع لي الملفات كلها. اوكي فهنا نضغط انتر. مرات يتوقف مثل ما قلت لك، اذا هيك يتوقف اضغط انتر راح يبدا بعمل كومبايل. كومبايل عفوا. طبعا هنا المفروض انه المتصفح راح يشتغل من تلقاء نفسه وياخذك للتطبيق، طبعا بمساعدة الانجولر. لاحظ هنا ليش؟ لان احنا بالبداية خصصنا، قال لك الايونيك
اي نسخه تريدها. احنا جينا على انجولار فاستخدم لك انجولار. طبعا انت حر تقدر تستخدم رياكت وياها، تقدر تستخدم فيو جي اس، ممكن تعملها بالجافا سكريبت الاعتياديه، انت حر. بس مثل ما قلنا بهذه الدوره احنا نستخدم انجولار لان هو راح يسهل عمليه انشاء التطبيق بطريقه سريعه جدا. هذا اذا انت عملته بالجافا سكريبت الاعتياديه، يعني احنا قلنا الانجولار هو اصلا جافا سكريبت فريم ورك، بس اذا انت جيت عملته بالجافا سكريبت الاعتياديه راح تستغرق وقت كثير جدا، فالانجولار يختصر عليك حقيقه. لاحظها مشان متوقف، قلت له انتر، بلش يشتغل. جميل. هنا يقول مفروض انه يفتحها يا اما راح يفتحها بالفايرفوكس، يا اما احنا نقدر ناخذ هذا الرابط او نكتب لوكال هوست 8100 عادي، وين المشكله؟ نانا في المتصفح اذا جينا كتبنا مثلا لوكال هوست 8100، انتبه على طريقة الكتابة 8100، يعني إذا ما ظهر لك يجوز خطأ بالبورت. المفروض ياخذك للايونيك اب. لاحظ سلاش هوم هو عمله. شوف هذا هو التطبيق مالتك، وتقدر تعمل أيضا رايت كليك انسبكت إليمنت، وراح يظهر له بالأسفل، بس تقدر إنه أنت إيش تعمل مثلا تختار هذه النقط وتقول له الدوك خلي يكون على اليمين. لاحظ بدا يسالك، بتلاحظون احنا مش شغلنا، بدا يسالك، راح نقول له فايرفوكس، نقول له اوكي. زين شوف هو مفروض هو يفتحها تمام، ففتح لك اياه. على العموم تقدر انت تنتظر السي ام دي هو ينطي امر انه يفتح لك اياه، او انت مجرد تعمل كوبي بيست وتنسخ الرابط. فهنا جاب لك اياه للجانب. اضافه الى ذلك في عندك هنا لاحظ شكل التابلت والموبايل، اضغط عليها راح يحول لك المساحة هذه او العرض هذا، راح يعرض لك اياه على اساس الموبايل، بس هنا ريسبونسيف، فانت ممكن تختار ايفون مثلا 6 و7 و8 او 6 و7 و8 بلس او ايفون اكس مثلا. لاحظ حول لك اياه، لكن تحتاج انه تعمل ريفرش هنا زين للتأكد. لاحظ من عملت رفرش ظهر لك الموقع. فهذا الجميل بالايونيك انه انت ما تحتاج الى ايميوليتر، انت ممكن تشتغلها في داخل المتصفح دون الحاجة الى الاي في دي اللي ياخذ رامات كثيرة. هذا شيء جميل. هنا أنا ممكن تقلب الموبايل ايضا يعني براحتك، وهذا الانسبكتور، ونشتغل على هذا الاساس. اضافة الى ذلك انه انت على سبيل المثال هنا اذا وقفنا المشروع مثلا، تقدر توقف عن طريق تقدر توقف الكوماند عن طريق الكنترول سي، او مثلا تغلقها مجرد انه تقول كلوز، فانت حر. خلينا نجي نجرب هنا. اذا احنا موجودين بالماي اب، اذا قلنا له هنا موجودين بالماي اب، اذا قلنا له هنا ايونيك سيرف انتر، المفروض انه يشتغل. فعند عندك اكثر من حل واكثر من طريقه وانت حر. هاي نغلقهم. لاحظ ظهر عندك ال NGCMD run app serve localhost و 8100. طبعا المشروع اول مره قد يستغرق شويه وقت لحد ما يشتغل، لكن بعد هيك راح يبدي يشتغل بسرعه. ليش؟ لان هو اول مرة عمل كومبايل، فمرة الثانية من تجي تعمل ران مثلا توقف البرنامج وترجع تعمل ران، فهو من تلقى نفسه يشغلها بشكل اسرع. لاحظ هنا بلش بعملية الكومبايل. وايضا يقول لنا بالبراوزر، يعني مجرد انه انت تكتب هذا لوكال هوست مثلا نقطتين 8100، هو راح يبدي يفتح الموقع. لاحظ ظهر امامي. فانت حر، ممكن تستخدم الباش، ممكن تستخدم السي ام دي، المهم شوف الطريقه اللي انت تشوفها مناسبه. مثل ما قلنا هذا ممكن نعمل انسبكت اليمنت، فاحنا عملناه باليمين فراح يحافظ على اللي اوت مالته. لاحظ هذا ايضا مات الموبايل، يصغر لك اياه، يعني هنا يعمل لك اياه ريسبونسيف. او اذا ما حبيت ترجع مرة اللاق، ممكن ايضا تضغط على الايقونة نفسها
يرجع لك اياه بهذا الحجم، يعني حسب اللي انت تشوفه مناسب لك. اضافه الى ذلك، اضافه للتشغيل، خلينا نغلق هذا. اضافه للتشغيل، في انت عندك ايضا الفيجوال ستوديو كود. ايش نستفاد من الفيجوال ستوديو كود؟ نستفاد من عنده انه ندخل في داخل ملفات المشروع اللي هو ماي اب. ماي اب راح نبدي نعدل عليه ونشتغل عليه عن طريق منه، عن طريق الفيجوال ستوديو كود. طبعا راح يظهر لك بهذه الصورة إذا كان أول مرة تنصب أنت الفيجوال ستوديو كود. إذا ما كنت فاتح فولدرات فراح يظهر لك هنا أوبن فولدر اللي تظهر هنا، يعني أخاف أنت موجود في مكان آخر، مجرد أضغط هنا طبعا بالضغطة مرة أخرى راح يختفي حتى يعطيك مساحة. أضغط مرة أخرى راح يظهر لك. تقدر منها تعمل أوبن فولدر أو تقدر من الفايل نفسه تقول له أوبن فولدر، أنت حر بالطريقة اللي تعجبك. فمجرد أنه تجي على الديسكتوب تقدر من ناتجي او من ناتجي بكيفك. فهذا هو الماي اب، وتقول له سيلكت فولدر. فراح شو يسوي؟ راح الفيجوال ستوديو كود يعرض لك كل محتويات هذا الفولدر. فلاحظ انه المحتوى ظهر في هذا المكان، عندي مجموعة اشياء طبعا راح نجي نستخدمها لكن حسب الحاجة مالتنا، يعني حسب الشغل مالتنا. اوكي، طبعا هنا أنا اسم التطبيق لاحظ ماي اب ينخزن في ionic.config.json، وفي عندك الباكيت جيسون اللي هو يطلب من الايونيك شنو المكاتب الضروريه، او عفوا يطلب من النود الام بي ام شنو المكاتب الضروريه اللي يحتاج انه هو يحملها. اوكي، وعندك ايضا الانجولر جيسون لان احنا بدنا نستخدم الانجولر مع الايونيك. لكن مهم جدا عندنا من هو عندنا ملفات المشروع اللي هي الـ SRC الـ Source. تمام، هذا طبعا Node Module، مكاتب النود ما لنا علاقة بها حاليا، من نحتاج ننصب هو يدخل بهاي المكاتب. فهنا نلاحظ شنو عندنا، عندنا الثيم اللي هو عن طريقة نغير الثيمات. اوكي، وهذا عنده درس خاص. وعندنا الـ Environment، تمام، هذا الـ TS Environment، هذا الخاص بالـ Angular اللي نحن نشتغل على Angular، يعني الايونيك بدنا نستخدم الانجولر في داخلها. وهذه الاسيت اللي راح يكون فيها الايقونات والصور والى اخره من الامور. زائدا عندنا التطبيق، لاحظوا هذا هو الهوم، الفولدر هوم، وهذه ملفات اخرى، هذا لازم يحتاج له درس خاص نشرح عنها. اوكي، انت اذا وصلت لهي المرحله مبروك عليك، انت في التمام. طبعا تقدر تجي على الفايل ايضا، وخلينا نجي على بريفرنس، ونجي على سيتنجز. settings ممكن تعدل بعض الاشياء، يعني على سبيل المثال هنا منطق الفونت 14 ممكن انت تعمله 18 على سبيل المثال. تمام، فمن تجي تعرض اي فايل لاحظ الفونت صار اكبر. تمام، icon material هي هاي فكرتها، لاحظ هنا ts file، لاحظ هنا sas مثلا، ويطلع لك يعني كل ايكون يخصصها بشيء معين. تمام، فاذا هذا هو الفيجوال ستوديو كود، وكان الباش جيت والنود جي اس والى اخره من امور. هاي بالنسبه لجماعه الويندوز. لهنا نقول لكم مع السلامه.